استاذ علي، زي ما حضرتك اتكلمت في نقطه انه يمكن السينما الامريكيه على سبيل المثال بتعظم قوي من الجندي الامريكي وبتصوره على ان هو بطل خارق. احنا عندنا بالفعل يمكن لو هنبص حتى للدراما الاختيار باجزائه المختلفه في الممر في السرب، هي مش بس الحقيقه اعمال فنيه فقط، بتسرد حتى من وحي المؤلف او المخرج او هي قصص حقيقيه، ومش بس قصص حقيقيه، هي الى حد ما كمان قدرت انها تكون بمثابه دراما توثيقيه او اعمال توثيقيه بالفعل الاحداث اللي حصلت او الحوادث اللي حصلت. شايف لاي مدى قدرنا احنا ان كان من خلال المسلسلات او من خلال الافلام قدرنا ان احنا مش بس يكون عمل فني لكن كمان عمل توثيقي لهذه الاحداث؟ احنا نجحنا بشكل كبير جدا حقيقي، سواء في المسلسلات الدراميه اللي احنا قدمناها، سواء كتيبه 101 الاختيار باجزائه المختلفه، او حتى مؤخرا مسلسل مليحه، في ان احنا ننتج منتجات دراميه فنيه او حتى سينمائيه نطلق عليها دراما او سينما الوعي. الفكره ان احنا دايما كنا بنشوف الاحداث ديت في نشرات الاخبار، بنسمع سقوط ضحايا، استشهاد 10 افراد او غيره، كل واحد في خياله بيرسم الموضوع ده عمل ازاي كارقام. بالظبط، ما بنعرفش ان هو ورا الارقام دي بني ادمين عندهم نجاحات، عندهم اسر، عندهم عائلات، عندهم تضحيات وحياه كامله. فلما انت بتاخد الجمهور ده وتدخله يعيش بقى في الحياه الكامله دي وتشوف قد ايه التضحيات اللي بتتقدم وقد ايه ان احنا ولاد مصر بيستشهدوا في سبيل ان هم يعني ينجحوا في الوقوف تجاه التحديات دي، فانت الموضوع بيختلف بشكل كبير. المتلقي نفسه بيحس قد ايه حجم التضحيه، بيحس قد ايه ان احنا الحمد لله عايشين في امن وامان، مش مجرد ارقام بتتقري في نشرات اخبار او بتتقري في الجرايد. طيب استاذ علي، لما نبص لكواليس العمل في اي عمل بيبقى فيه نجم وحواليه بعض الايه الناس المساعدين ليه، في الاعمال الملحميه اللي زي دي بنشوف ان كلهم ابطال. يعني انت عندك آسر ياسين ده يشيل فيلم او مسلسل لوحده، احمد السقا كذلك، شريف منير كذلك، حتى لو بصيت للمواسم الرمضانيه المختلفه او حتى الافلام هتلاقيهم كذلك، تايسون كذلك. ايه اللي يخلي كل دول يجتمعوا في عمل؟ ايه اللي بيجمع العمل الوطني ان هم كلهم ياتوا بهدف يعني زي ما بيقولوا كده انكار الذات والعمل تحت رايه الوطن؟ شوف انا يعني علاقتي بيهم يعني اكدوا لي ان هي الفكره نفسها ان هم بيتعاملوا مع فيلم السرب على ان هو عمل وطني وواجب عليهم ان هم يشاركوا فيه، مش ان هو فيلم سينما ويتعرض عليهم فبيقبلوا او بيرفضوا. كل اللي شاركوا في الفيلم محدش قال بقى ده دوري اكبر من التاني واسمي ما يجيش في الافيش قبل الاول. لا لا خالص، بالعكس، يعني هم كلهم منسجمين مع بعض وده واضح جدا على الشاشه. كل اللي يشوف الفيلم هيحس قد ايه في تناغم ما بينهم، وفي نفس الوقت هم بيحسوا ان هو ده واجب وطني لازم يشاركوا فيه وفرصه جيده ان هم يشاركوا فيه، لان انت يعني في عدد الاعمال الوطنيه ما هوش عدد كبير، فبالتالي مش ممكن يتوفر لكل الفنانين ان هم يشاركوا فيه، فدي فرصه كبيره ان هم يشاركوا. بالاضافه لان فكره وجود عدد كبير من النجوم ده اللي محقق الجانب التجاري في العمل، ان الناس تبقى مقبله ان هي تشوفه، ما يشعروش ان هو الفيلم وطني وهيبقى بقى فيه كآبه وحزن، لا انت بتروح تشوف فيلم فيه الجرعه الوطنيه وفيه جرعه الفخر والعزه اللي انت بتشعر فيها بعد ما تتفرج على الفيلم، بان انت يعني جيش وطني حقيقي قادر يحميك ويجيب حقك، وفي نفس الوقت بتستمتع بالعمل الفني كسينما. لان كمان يعني وجود المخرج احمد نادر جلال ووجود المؤلف عمر عبد الحليم وهذه الكوكبه الكبيره من النجوم عاملين توليفه مختلفه، بالاضافه لان الدوله ما بخلتش عليهم ابدا باي نوع من انواع المركبات سواء طائرات او دبابات او مجنزرات او غيره، في ان هم يطلعوا الشكل الحقيقي لحجم العمليه والشكل الحقيقي للصعوبات اللي بتواجهها القوات عشان تقدر تنتصر في تحديها ده. احنا كل المعدات اللي موجوده في الفيلم كلها معدات حقيقيه، والتعامل الفنانين معاها اكيد كان تعامل صعب ومحتاج تدريبات طبعا، ومحتاج مشقه. ويمكن اللي هيشوف الفيلم هيعرف قد ايه الفيلم متصور في ظروف صعبه جدا، ان انت تخش في عرض البحر في المياه الاقليميه عشان تصور مشهد على سفينه كبيره وفي وسط بقى شمس وحر وهواء حسب الاجواء اللي موجوده، او ان انت تروح في اقصى الصحراء عشان تبدا تبني لوكيشن للاماكن اللي شبه اماكن داعش وغيرها، حاجات صعبه جدا. بالاضافه طبعا لوجود احمد السقا، هو احمد السقا ملعبه هو الاكشن، فهو دي منطقته
داخل الفيلم، وبرضه هتلاقيه بيقدم مشاهد خطر كتير ومشاهد فيها صعوبات، زي مثلا مشهد دفنه في الرمل ده استمر حوالي 4 ساعات مدفون تحت الرمل عشان يصور المشهد. لما في نهاية الفيلم لما الطيارات بتعدي من فوقيه فقد السمع حوالي 3 أيام، لأن الطائرات صوتها أسرع من الصوت وصوت عالي جدا. فالفيلم متعوب عليه، وعشان كده الجمهور حبه لأن هو معمول بصدق.